كنت تفرج في الرجاء صافي جيت حطيت موطور مع ديك الجوج. الماتش كان مع الربعه صافي قبل ما نحط موطوري قال لي خلصني بعدها عاد سير خلصتو اول بون باش خلصتو البوم باش خلصتو فيه 5 دراهم باش خلصتو صافي. مشيت كنت تفرج في الرجاء خرجت ملي سال الماتش داز مزيان الخرجه اللي خارج قول اول ماتش كيسالي مع 90 دقيقه انا خرجت مع 85 دقيقه بقى 10 دقائق الماتش وسالي صافي خرجت بكري على اساس بان راه عنز موطوري غادي يمشي. الخرجه اللي كنخرج كنلقى موطور ما كاينش. الصدمه اللي حسيت بها راه يحس بها واحد اخر اللي فايت مشى ليه موطوره. لقيت حتى شي دراري اخرين وقفوا حتى الدراري ملي خرجت لقيت الدراري مجوقين شادين الكارديان كيقولوا لهم موطوري موطوري صافي. شي 6 دراري اللي مشاو لهم الماطور ونفس الموطور طرو بيه كان نفس الموطور اللي مشى لهم اللي مشى لي انا مشى لهم كاملين وصافي. هادشي اللي كاين لا شدينا الكارديان جبنا الكوميسيريه صافي دابا كيبحثوا معاه وهادشي اللي كاين ودرنا محضر. قال لك ما عندي ما ندير انا قال لك انا كنت حاضي الماطر قال لك ما عرفتش كيفاش تمشيو هادشي اللي قال لك. والكارديان قبل ما تحط عند الموطور خلص وريتك البونه والبونه نعاود نوريه لك كاع البون في 5 دراهم دابا انت مخلص 5 دراهم واخذ البون ومخلص قبل ما تحط عنده وقال لي خلي البون باش لا خرج قال لك ما طر مشاو هو كيعترف كيقول لك ما طر مشاو والموطور انا كنت كنقرا به كنمشي عليه السونتر بزز باش خدمت ملي ريحت من المدرسه وانا كنخدم وكندير في التماره باش نشري هذاك الموطور باش نولي نمشي عليه السونتر حيت السونتر بعيد عليا على الدار فين ساكن انا. اسم الموطور عندك؟ طرون طروا قلت لك مشاو طرون طروا بيك مشاو بالسق 1,034,000 ريال تما الماطر طرون طروا بالسق كامل كل يلا مخرجه بسيمانه دابا يلا شاري من لاميزو ب1,034,000 وكرموه فيه. هو العساس كيقول لك انا عندي وليدات وعندي ما عندنا واش غنديروا لي. حنا كنتابعوا داك الشيء اللي قال اللي كيقولوا البوليس وصافي.